مروان موسى بتألف كلام وبتألف مزيكا وبتنتج ليك ولغيرك وبتراب. لو حياتك مسرحية تسميها إيه؟ سميها المدير الفني. مدير الفنانين ولا مدير الفن كله؟ إيه كده، أنا بحب السين كله، مدير السين كله. لا بس أنا بحب أبقى يعني بدير الحاجات كده، فما يعني ما بحبش حتى في أغنيتي حد تاني يبقى هو اللي ماسك، يعني بحب أبقى كده. بتحب تبقى أنت اللي مسيطر على الحاجات. بالظبط، وبحب في الكرة مدير الفني برضو، فهي لايقة. أنت من إسماعيلية عايش في القاهرة، والدتك الله يرحمها ألمانية، درست سينما في إيطاليا، ودرست هندسة صوت في فلوريدا. أنت منين؟ أنا من إسماعيلية. من إسماعيلية. إيه أكتر حاجة من دول باينة في شخصيتك أو في تركيبتك؟ لا دي صعبة يعني، دي نفسي أنا نفسي بسأل نفسي دايماً السؤال ده. عندي مشاكل طبعاً إن أنا من كذا حتة، فساعات أنا يعني قصاد نفسي وأنا صغير بالذات اللي هو الهوية بتاعتي متلخبطة خالص. كنت ببقى في مصر. معروفة الهوية محسومة القضية؟ ما دلوقتي بقول بالألماني حدوتة مصرية. أيوة دلوقتي. دلوقتي اللي هو حتى الأغنية دي السطر ده فيه إسماعيلية وألمانيا الاتنين مع بعض، اللي هو خلاص أنا فهمت أنا إيه اللي عندي من هنا وإيه اللي عندي من هنا. بس وأنا صغير كان ممكن أبقى مثلا في إسماعيلية أشوف عالم، أسافر أروح ألمانيا العيلة التانية أشوف حاجة تانية، أجرب أقول حاجة سمعتها في ألمانيا في القاهرة فتبقى غريبة فأروح إسماعيلية، فكان في لخبطة بالنسبة لي. طب زي إيه قولي؟ يعني عارفة في الهزار مثلا أو في النكت، أنت بتسمع طريقة هزار معينة في ألمانيا طبعا في القاهرة دي مش بتضحك طبعا. أو النكتة بتاعتنا اللي في مصر أو طريقة الهزار، إحنا بنحب التنمر مثلا التريقة، أنت تروح في ألمانيا مثلا تتنمر ناس ممكن مش متقبلين ده قوي، فاهمه؟ فانت بقى بتتضايق من جواك اللي هو ايه ده انتوا ليه مش كلامي مش جاي معاكوا ولا ايه، فاهمه؟ مش فاهمين. فكان عندي كتير من الحاجات دي بقى لخبطه، فاهمه؟ كان في واحد صاحبي يعني كان والده راح ايطاليا كان دايما يقول لك انا بقلبي مصري وبعقلي ايطالي، فانا بحس ان انا بعقلي ممكن الماني وبقلبي مصري. انت قلت انك بتعمل اكونتس فيك وتدخل تترول على الناس بمناسبه التنمر تدخل تقلش على الناس من فيك اكونت. بعمل كده مثلا عشان خلاص بقى الاكونت بتاعي اكونت مشهور وبتاع، فساعات بحب اخش مثلا من اكونت فيك محدش عارف ده ايه والاقي فان مثلا حاطط تعليق مش عاجبني، فممكن اخش له انبوكس واقول له انت ليه بتقول كده ده الموضوع كذا، ممكن اقعد اتناقش معاه بقى وهو مش عارف ان انا مروان، ممكن اساله عن مروان، فاهم قصدي؟ ايوه فاهمه. فبس بتحسسني باحساس الفومي كده اللي هو انا محدش فاهم انا بعمل ايه دلوقتي، بس عادي. بس مش بتدخل تقلش وتتنمر على الناس؟ بصي في وقت عملت كده، في وقت من سنتين ثلاثة فعلا كنت طالع، بس كان عندي طاقة سلبية وقتها.